بسم الله الرحمن الرحيم. عرض موجز لقناة النور الفضائية العالمية. إن الناس يموتون على الشرك، فحق الناس علينا أن نحميهم من النار ومن غضب الله، بدعوتهم إلى المنهج السليم. هل ترضون بهذا الإسلام لإخوانكم المسلمين؟ قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ هل ترضون بهذا الإسلام لإخوانكم المسلمين؟ أيها المسلم، براءتي من المشرك، براءتي ممن عبد غير الله، براءتي ممن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. الواجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحابة، من طريق التلفاز. يعلموا الناس دينهم ويرشدونهم إلى الحق. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمنذ عدة سنوات والشعور السائد بضرورة وجود قناة تلفزيونية إسلامية مصرح بها ومعتمدة من الهيئة الشرعية، يخالج نفوس الجميع لكي تستطيع تزويد الشعوب الناطقة بالأردو بالمعرفة الصحيحة بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. لقد استفادت الدعوة من وسائل الإعلام المختلفة كأجهزة الاتصالات الفضائية، ومن هنا دعت الحاجة إلى الاستفادة من التقنية وتفعيلها في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. وكما نرى أن الكثير من القنوات الفضائية المشبوهة والشركية لا تعطي الصورة الصحيحة عن الإسلام، ولا تقدم برامج إمتاعية سليمة، ولأن علينا أن نقف بحزم في هذه الساعة وأن نقوم بدورنا الذي أناطه بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر رسالة الإسلام الصحيحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله. ومن هنا انطلقت فكرة مؤسسة النور الخيرية في الهند، فقامت بحمد الله تعالى هذه المؤسسة. أهداف مؤسسة النور الخيرية: تعليم الناس المبدأ الصحيح في عقيدة توحيد الله عز وجل. كي يبوري جو كائنات ہے، كائنات کی ہر چیز ہمیں دکھائی دے یا نہ دے، اس کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی. تبصير المسلمين بأمور دينهم، إيصال الدين الإسلامي الصحيح إلى أرجاء المعمورة بصورة واضحة نقية بلا ابتداع ولا تشويه. تعليم الأخوة بين الناس هدفنا الأساسي، هو مطلب الساعة، لأن المسلمين قد استهدفوا بالحملات المغرضة المسيئة لتعاليم دينهم، ومنها عبادة القبور، المجالس غير الشرعية، التوسل بغير الله كالأموات،
وطلب المساعدة منهم. الدعوة لزيارة الأماكن التي لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقبور بعض الصالحين وغير ذلك من العقائد الباطلة. ولا شك أن بعض القنوات الداعية إلى الإسلام بلغة الأردو قد أضلت المسلمين في جميع أنحاء العالم أكثر مما أضلت القنوات الغربية، لأن القنوات الغربية تعرض شكل المسلمين على صفة الجهال والضالين على التلفاز، أما هذه القنوات الداعية إلى الإسلام فتعرض شكل المسلمين كعباد القبور والمشركين. كما ترى نشاط الإذاعات والفضائيات على نقل هذه البدع والترويج لها مع ما هم عليه من مخالفات، وينقلون لطقوسها صورا حية يغتر بها العوام ويظنها الناس من الدين، سيما إذا شارك فيها المحسوبون على العلم والعلماء. فليتق الله من كان موضع اقتداء ألا يكون فتنة للمؤمنين. الآن نقدم أمامكم بعض البرامج الشركية التي تنشر في المجتمع الإسلامي باسم الإسلام. هل تحبون مثل هذا الدين؟ وهل تحبون أن يدخل الشرك في بيوتنا وأن تتأثر به أسرنا ونحن لا نشعر؟ انظروا هذا الفيلم المبني على الشرك والبدع التي يدخل الإنسان بها في النار خالدا فيها. أليس عندهم علم بأن السجود لغير الله يخرج الإنسان عن الإسلام وأنه عمل شركي غير إسلامي؟ نحن لا نخالف تلفازا ولا فضائية، ولكن عندما نشاهد اختيارهم طريقا غير طريق الحق وغير طريق الإنصاف، وحينما نشاهد نشرهم أعمالا شركية، فإننا مضطرون إلى إخراج اسم القناة التي تعمل غير الحق والعدل والتي تشتغل في نشر الشرك والبدع لكي لا تتأثر بها الأسرة المسلمة، لأن في ظاهرها منظرا جميلا وفي داخلها سما قاتلا مهلكا. يا غاد المدد، يا غاد. على سبيل المثال قناة كيو تي في هي تنشر هذا وتنشر الكهانة والتنجيم أيضا باسم الاستخارة، والمزارات وخانقاهات باسم أولياء الله. انظروا هذا المنظر، انظروا هذا المنظر الشركي بالدقة ثم احكموا. هل تحبون هذا السم القاتل؟ وهي تقول في أثناء الكلام إن الغيب يعلمه الله ورسوله. هل هذا صحيح؟ أبدا، بل الحقيقة أن الغيب لا يعلمه إلا الله فقط، ولا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من مخلوقات الله تعالى. أليس من العجب أن كاهنا مقيما في باكستان ويرد على من يتصل عليه من السعودية أو من الكويت في لحظة أن الجن أو السحر موجود في بيت فلان في السعودية أو في بيت فلان في الكويت، فكيف أتى بهذا الخبر؟ هل هو يعرف الغيب؟ لا ريب أن هذا من مكائد الشيطان، لأن الذي يعرف أن بيت فلان قد يضره أو ينفعه فهو يعرف أن بعض العلم قد يفيده أو أن بعضه قد يضره، مع أن الأول من الغيبيات والثاني من البديهيات. هو يعرف أن شخصا مسحورا أو به جن، فلو كان يعرف أنه في نفسه مشغول وغريق في الشركيات وينشرها أيضا. جزيرة قبرص، محمد ناظم الحقاني النقشبندي، قال أمهلني يوما أو بعض يوم.